نظمت وزارة شؤون الشباب والرياضة برنامج صوت الشباب في نسخته الثانية ضمن نشاطات مدينة شباب 2030 لتهيئة الشباب وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية، وذلك استعدادا لموسم الانتخابات النيابية والبلدية 2022. مشاركة شبابية كثيفة في يوم التصويت لانتخاب المرشحين لبرنامج صوت الشباب الذي يأتي بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ولجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة بهدف رفع مستوى وعي هذه الفئة العمرية بأصول العمل البرلماني والبلدي وتعزيز مفهوم المسؤولية والشراكة الوطنية بما يهيئ الشباب ويدمجهم في مسارات الحياة العامة. اليوم الإقبال اللي قاعدين نشوفها من الشباب هذا دليل وعي من الشباب البحريني على أهمية العملية الديمقراطية وتهيئة لهم، خصوصا أن في منهم ناس راح تصوت في الانتخابات تقريبا بعد 3 شهور في البحرين، فهذه فرصة أن نكرس هذه العملية لهم. ولاحظنا إقبال شديد في البرنامج من ناحية المحاضرات اللي قدمناها، من ناحية البرامج التدريبية، الإقبال على التراشح. عندنا اليوم أكثر من 15 مترشح ومترشحة في المدينة، وأيضا على عملية الدعاية الانتخابية اللي ننفذها لأول مرة بحكم أن البرنامج نفذناه في 2018 وأيضا حصد نجاح كبير. من خلال المحاضرات التدريبية اللي صارت في مدينة الشباب لاحظنا اللي هو الاهتمام بالنسبة لفئة الشباب بخصوص موضوع الترشح للانتخابات النيابية والمجلس النواب بشكل عام وانعكاسه على الانتخابات في مدينة الشباب. فكانت هناك عدة أسئلة فيما يتعلق بشروط المرشحين وبما يتعلق بالضوابط الدعاية الانتخابية وبما يتعلق حتى نوعية الجرائم الانتخابية اللي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية في المملكة البحرين وانعكاسها على طبعا على الانتخابات في مدينة الشباب. شارك في البرنامج عدد كبير من المترشحين ما يؤكد اهتمام الشباب بزيادة المعرفة للنهوض بالمسيرة السياسية في المملكة ونشر ثقافة الديمقراطية السليمة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة من خلال تضمنه لعدد من المحاضرات وورش العمل الخاصة بهذا السياق. أنا أنتخب نفسي في مدينة الشباب، يعني أنا قاعدة أجهز نفسي عشان الانتخابات الصجية، عشان أن أنا أترك بصمة من صغري من هذه العمر الحين إلى المستقبل. فلما مثلاً أفكر أن أنتخب نفسي في المستقبل أكون مستعدة، أعرف الخلفية، أعرف شلون أنا ممكن أجذب الشباب البحريني وفي نفس الوقت أكون مؤثرة لهم. والله هي فكرة حلوة حق الشباب أن يجربون من الحين وفي المستقبل تكون لنا تبلن خبرات، وإذا فكرنا في المستقبل نرشح روحنا بيكون شيء سهل لأن احنا عندنا تجربة بسيطة فبتكون على مجال أوسع وأكبر، بس الحين نعرف شلون نحط الخطط، علمونا وشلون نجذب الأصوات. برنامج صوت الشباب أطلق منذ عام 2018 وخرج بمجموعة توصيات من أهمها وضع المقترحات الكفيلة بتطوير وتنويع نشاطات المدينة واستمرار البرنامج وتثبيته على خارطة الفعاليات السنوية لمدينة الشباب لما له من أهمية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. بحريننا لدى الشباب البحريني المشارك في برامج مدينة الشباب من متطوعين ومستفيدين. في هذه المدينة اكتشف المشاركون الكثير واليوم ساهموا في العملية الانتخابية لبرنامج صوت الشباب 2030 الذي سيعطيهم الفرصة لمعرفة أسس العمل ضمن المجالس المنتخبة في هذه المدينة الطموحة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.